السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة سنة أولى بيزنس، معكم أخوكم مصطفى البطول. النهاردة إن شاء الله هنرد على سؤال مهم جدا من الأسئلة اللي بتتسأل كتير على القناة، وهي إزاي ترخص إداري أو تجاري للمكان اللي أنت فاتح فيه المشروع بتاعك. أنت دلوقتي محتاج إن أنت ترخص مكان إداري أو تجاري. كلام كتير قوي بيتقال في الموضوع ده، وناس هتسوحك وناس هتوديك وناس هتجيبك وناس هتقول لك مش عارف تروح فين. لا، انا هقول لك الخلاصه بقى. زي ما قلت لكم، تسجيل علامه تجاريه بتعمله ايه، والناس الحمد لله شكرتني. يعني برضو الترخيص هقول لك تعمل ايه بمنتهى السهوله. اول حاجه هتروح، طبعا احنا بنتكلم احنا في مصر دلوقتي، مصر في القاهره، هتروح في صلاح سالم لمكان اسمه مشروعات، اللي هو في هيئه الاستثمار. هتخش المكان جوه، هتقول لهم انا عاوز اعمل ترخيص اداري او تجاري للمكان بتاعي، المشروع بتاعي. الورق اللي هتجيبه معاك وانت رايح عشان ما تروحش وتيجي، بطاقتك الاصل والصوره، زائد رسم هندسي للمبنى اللي فيه الوحدة بتاعتك. هتاخدهم وتطلع على هيئة الاستثمار اللي هي المشروعات، انا حتى حاطط لكم الصورة في الفيديو. هتدخل في الريسبشن، لو انا عاوز اعمل اقدم على ترخيص للمكان بتاعي، تملى ابلكيشن، يعرفوا طبعا المكان بتاعك تبع انهي حي بالظبط، حي مدينة نصر، حي مصر الجديدة، عين شمس، الزيتون، ايا كان. طبعا هما ياخدوا الورق، بعدها بشهرين ثلاثة هتلاقي حد من الحي جاي بيعاين المكان. طبعا هم هتلاقيهم هيتاخروا، فمش معنى ان هم اتاخروا يبقى هم نسيوا او الاجراءات مش ماشيه، لا، هو الموضوع بياخد شويه وقت. هيئه الاستثمار او المشروعات بتوجه الورق بتاعك للحي اللي انت تابع ليه. بعد شهرين ثلاثه اقصى حاجه هتلاقي الحي جاي لك بيكلمك في التليفون. طبعا انت كده كده بتبقى مالي ابلكيشن في هيئه الاستثمار، فهم بيجيبوا رقم تليفونك من الملف بتاعك، بيكلموك، والله احنا جايين لك نعاين النهارده، الوضع فيه 1 2 3. هتقول لهم مفيش مشكله، بيجوا لك طبعا في المكان، بيبداوا يعينوا المكان، يشوفوا المكان ده فعلا اداري ولا سكني ولا الكلام ده. لو هو سكني هتضطر ان انت تحوله اداري، طبعا يبقى هتدفع على المتر مبلغ معين. ده في حاله لو هو سكني وانت عاوز تحوله اداري، هتدفع على المتر، هيقول لك والله المتر هيكلفك كذا، هتضطر ان انت تدفع التكلفه دي. بعدها برضه شهر او شهرين هتجي لك معاينه ثانيه من الحي، المعاينه الثانيه. بعد كده بعد ما تجي لك المعاينه الثانيه، خلاص الدنيا تمام وانت ماشي في الاجراءات مظبوط ودفعت الفرق التحويل. لو هو تجاري كده كده او اداري كده كده، مش محتاج ان انت تدفع على المتر حاجه، هو كده كده مترخص اداري او مترخص تجاري. الخطوه اللي بعدها هتبدا ان انت هيجي لك حد من المطافي، من هيئه المطافي اللي هي اللي خاصه بالمنطقه، هيجوا يعملوا معاينه برضه للمكان، وهيبداوا ان هم يعملوا الاجراءات الحمايه الخاصه بالمطافي، اللي هي السيفتي من الاخر، يعني اللي هو زي الرشاشات بتاعه الميه في حاله الحرائق والكلام ده كله، واللي هي الانابيب الحمراء اللي هي بتاعه البافاريا والكلام ده كله. هم يبداوا يقول لك هات الحاجات دي واشتريها والكلام ده، وابدا وزعها في المكان. هم طبعا اضرب شغلهم يعني. بعد كده هيبدا ان هم الحي هيرجع لك تاني، وهيبدا ان هو خلاص انت لو انت ورقك مظبوط وسليم، طبعا هتحتاج ان انت السجل التجاري بتاعك والبطاقه الضريبيه يكونوا جاهزين عشان هيطلبوهم في الحي. السجل التجاري بتاعك ما يكونش عدى عليه اكتر من 3 شهور، وهتقدمهم في الحي. هيجي لك الحي بعد ممكن شهرين او 3 كمان، هيبداوا ان هم يعملوا لك الترخيص بتاعك. يبقى هنراجع مع بعض يوم تاني عشان ناكد على المعلومه. اول حاجه هتروح هيئه الاستثمار اللي هي المشروعات، معاك الرسم الهندسي بتاع المبنى اللي فيه الشركه بتاعتك، معاك بطاقتك وصوره بطاقتك، هتملى ابلكيشن، هم من خلال العنوان بتاعك هيئه الاستثمار هتوجه الابلكيشن بتاعك للحي اللي انت تابع ليه. بعد شهرين او 3 بالكتير هتلاقي الحي بيكلمك، ونزل عمل لك معاينه اوليه. بعد المعاينه الاوليه دي هيبداوا ان هم لو المكان اداري او تجاري، خلاص انت مش محتاج ان انت تدفع على المتر مبلغ كذا. لو المكان سكني هيقول لك لا، انت لازم تحول السكني لتجاري، فهتدفع على المتر مبلغ معين هم اللي هيحددوه. بعد ما تدفع المبلغ ده هتبدا ان انت هيجي لك معاينه ثانيه، ودي المعاينه بقى التاكيديه اللي هي الاخيره. بعد كده اهو هيجي لك معاينه من المطافي، اللي هي المطافي اللي التابعه للحي اللي انت فيه، هتبدا تقول لك هتعمل سيفتي وسكيورتي معينه، رشاشات في المكان الفلاني، وكاميرات مراقبه برضه، هتقول لك لازم تحط كاميرات مراقبه، طبعا هتتوزع بشكل معين. بعد كده هيجي لك الترخيص باذن الله تعالى بعد شهرين 3 بالكثير. اتمنى الشرح يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. وكان معكم مصطفى البابوري من قناه سنه اولى بزنس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.